تهربا من العقوبات الأمريكية على إيران، تكثف حكومة الأخيرة جهودها وضغطها لمضاعفة التبادل التجاري مع العراق بعد أن أصبح النافذة شبه الوحيدة ليصل إلى 20 مليار دولار. تعزيز العلاقات الاقتصادية من جديد مع العراق، خصوصا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وإيران قد مرت بحالة من الركود بسبب الضائقة وجائحة كورونا وبسبب غلق المنافذ الحدودية. تعزيز العلاقات الاقتصادية من جديد مع العراق، خصوصا أن يعني العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وإيران قد مرت بحالة من الركود بسبب ضائقة وجائحة كورونا، بسبب غلق المنافذ الحدودية. هنا أريد أن يصل مستوى التبادل التجاري بين العراق وإيران لأكثر من 20 مليار دولار. هذه الرسائل جاءت بعد الزيارات المتبادلة بين الطرفين، خصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء إلى إيران وزيارة وزير الخارجية ظريف إلى بغداد. هذه بالتالي تريد أن تعمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. التوافقات السياسية بين البلدين ضاعفت من حجم الصادرات من إيران باتجاه العراق لتغطية الحاجة الاستهلاكية. التبادلات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، كذلك حجم الصادرات اللي تصدر من إيران باتجاه العراق هي تغطي أو تلبي حاجة الحاجة الاستهلاكية، كذلك أيضا الارتياح في المناخات السياسية المتبادلة بين حكومة طهران وحكومة بغداد، وبالتالي قد تكون هذه التوافقات المجتمعية السياسية التي تجعل البوابة المهمة في التبادل والتعامل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وحقيقة زيادة حجم التبادلات التي ربما حسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين. ويبقى السؤال، هل سيستمر العراق بدفع فاتورة العقوبات الإيرانية على حساب شعبه، أم سيعلن الاكتفاء الذاتي وإنعاش اقتصاده؟